بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج عندي ما يفيد. برنامج عندي ما يفيد يستضيف هذه الليلة أبيدار الخطر. اللبنة مرحبا بك. الله يبارك فيك. كل شيء مزيان. 5-5. دابا أنت بخير وعلى خير؟ صافا. قولي دابا عندك أبارتومون في باريس، عندك الصالير ديالك، مرتاحة؟ صافا. أبارتومون راه كريدي، خرجتو عينيكم في ديك لأبارتومون، والله العظيم اللي كريدي. ولكن عطاك نبيل عيوش زبالة ديال الفلوس فاش مشيتي. ربي بصح. الزين اللي فيك. العار. النجمة ديال الزين اللي فيك ما يمكنش هاد الروينة كلها تاخذ واحد المبلغ ضعيف. شحال خديتي؟ ماشي ضعيف، خديت مبلغ اللي نستحقه كممثلة لعبة دور رئيسي في عمل ناتجين ومنتجين أوروبيين، يعني عادي. ولكن أنا بالنسبة لي أنا هذاك راه ما فيه لما والو. وأنا مالي اللي ما عجبوش شي حاجة، اللي بغى يتقلق ولا اللي بغى يطلع له الدم سي سو بروبليم، اللي بغى يناقش ولا اللي بغى ينتقد اللي بغى يفهم مرحبا به، اللي بغى يعاير. نعم، شنو ترد ديال الناس اللي كيقول لك أن هذاك الفيلم فيلم فضائحي؟ وفيلم فضائحي كيعري على الفضيحة والشوهة الحقيقية التي تعيشها العديد من النساء المغربيات. أنت ضروري تعري باش تعري على الواقع. فين تحت العرارة في واحد الجمالية. نعم، فين جمالية؟ شنو بغيتي توصلي بالميساج أنك تعري في واحد الفيلم؟ عاس تعري سا ديبون شنو تعري، لأن تعري في واحد المشهد اللي هو جوستيفي بأنك تعرى جو في دو لاغ، ماشي ساكنة في دار ديال الدعارة، هذاك سميتو لاغ، سميتو الفن، سميتو السينما. أها عندك تعوج. بسم الله الرحمن الرحيم. جيبولو الشريبة. قولي لي. نقول لك. واش نبيل عيوش هو اللي عطاك كيفاش تعري وعطاك شنو ديري ولا أنت اجتهدتي؟ وما عندكش الحق تعرف، هذه كتبقى ما بين الممثلة وما بين المخرج. وكنظن الجوائز اللي خديت على ذاك الفيلم وكنظن لي ديبا اللي درت على ذاك الفيلم نبيل عيوش ما قدرش يديرهم. يعني انا دفعت على لوغول ديالي لانني كنت فاهمه لوغول ديالي وفاهمه الفيلم، وجو كخوا بعد الخطرات حسيت براسي فاهمه الفيلم اكثر من المخرج. علاش هو تضرك وما بقاش بغي يبان وانت خديتي الدق؟ كيبقى انسان عنده فلوس بزاف، كيبقى ولد نبيل عيوش، كاين بزاف د الحوايج اللي جاي حقروا عليا انا ما حقروش، خاصه الفنانه ما يقدروش يحقروا عليه هو لانه هو منتج ومخرج، ولا حقروا عليه هو مابقاش غيدوزو في التلفازه في بزاف ديال الاعمال، مابقاش غادي يدبر لهم على خدمات، وانا ما غيربحوا معايا والو اليبوك فوالا، يعني عادي يهاجموني انا وخليه هو. ومني خرجتي للعلن وخديتي واحد المجموعه من التهم، واحد المجموعه من النقد، مش النقد، النقد الاخر، عرفت؟ نعم. كيفاش تتجاوزتي هذه الازمه؟ حيت العالم كله، المغاربه كلهم هجموا عليك بصراحه. لا ما جو سي، ماشي شي حاجه جديده باش نعاودها، كان صعيبه بزاف في الاول، جوج محاولات انتحار، كانت تري ديفيسيل، ولكن كانت ذكيه بانني خديت لو مال ورجعتو في لو بيان سي تو. خوتك ملي شافوا الفيلم والوالده شنو كان الرياكسيون ديالها؟ ما غلسوا بزاف ديال الوقت ما كيهضروش معايا. وي. اذا الراي ديالي انا من الراي ديال خوك وديال الوالده ديالك، تقلقوا حتى هما؟ ما بزاف ديال الناس تقلقوا، يعني عادي، انهم عائله محافظه من المدينه قديمه، خويا كان كيلعب مع واحد الفرقه ديك الساعه ديال الكره، خرج من الفرقه ديال الكره على قبلي. كاين شي وحده عندها العقل تسمع المخرج دير دوك اللقطات الجنسيه وتثق فيها الثقه. غلط. انا دابا عندي فيلم جديد في فرنسا وفي ثلاثه ديال المشاهد جنسيه، وفاش جلست مع المخرج كنخدموا عليهم ايتو، عطاني الصلاحيه كامله باش انا نصورهم، باش انا نكون حاضر، انا نشوفهم، نجيب وحده اخرى وتصور هذوك المشاهد ونتفرج انا في المشاهد كيفاش غيتصوروا، ودرنا في بلانينغ غنديروا لهم ان سيمين خاصين غير بدوك المشاهد. انت ضروري ديري هذه المشاهد. حنت السيناريو ضروري فيهم دوك المشاهد، وانا كان عجبني السيناريو بزاف، وواحد الفيلم اللي غندافع عليه اكثر من الزين اللي فيك. حتى هو مثير للجدل. هو ماشي فيلم مغربي، هو فيلم فرنسي، وهاد كلمه مثير للجدل وما تكراش عندنا في اوروبا عندها. شكون اللي علمك السينما؟ نبيل عيوش؟ لا ومنساوش بزاف ديال الناس، حيت نبيل عيوش هو اللي كيدير مشاهد جنسيه في الافلام ديالو، تنتي هي بديتي كديري فيها. ومشكله نبيل عيوش، انا خدمت بزاف د الحوايج قبل من هذا السيناريو الجديد ديالي، خدمت في التلفازه الفرنسيه، خدمت بزاف، اربعه ديال الافلام سينمائيه، جوج ديال المسلسلات، اللي ما كانش عندهم علاقه حتى باللاج ديالي، كنت كنلعب 45 عام 50 عام 30 عام، يعني حتى اللاج ديالي ما لعبتوش، كنت كنلعب ادوار يعني عادي، ديما ميغ فام اوريجين عرب. هذا اول مره كيوصلني سيناريو انا فرحانه به بزاف،
ماشي حنت فيه ثلاثه ديال المشاهد على ما كنسميوهم جنسيه، نو مشاهد بحال المشاهد الاخرين في الفيلم، مهم من ضروري. الحين دابا انت تجاوزتي الازمه ديالك، بغيت نفكرك في اول مره شفتي دوك اللقطات الجنسيه شنو كان رد الفعل ديالك؟ كانت حالتي صعيبه بزاف، يعني ما عاد نزيد نشوف داك الشيء كثر كان بزاف. ما انا فاش شفت عادي عادي شكوى عادي، اي وحده كتمصاحبه مع شي واحد، شفت الفضائح وشحال ديال لي كور وشحال ديال الفيديوهات بحال هادو كنشوفو باغ جور، يعني ما عادي ماشي انا اول ولا اخر وحده. راك درتي فضيحه وجميع الفنانات المغربيه تجاوبوك بدون استثناء. جميع نو 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 ما تكذبش معاش، بزاف الفنانات المغربيات احتجوا لانهم حسادات، احتجوا اصلا لانهم ماشي فنانات. حنت انت ملي غادي يكون واحد الفنان عندك معاه مشكل او ما عجبكش العمل ديالو، غادي تحترم نفسك اولا، تحترم الكلمات ديالك، وتحترم واحد اللقب انت هازو اللي سميتو فنان. انا يعني هادوك اللي هاجموني ممكن تكتب واحد ستاتيو، ممكن تكتب واحد المقال وتقول انا ما عجبنيش الفيلم، انا شفت السيناريو ضعيف، انا شفت الممثلين ما هكا، هذا باش تجي وتبقى تعاير في اخلاق واحد الانسان. لكن فنانين معروفين مثلا، نعطيك امثله. عطيني امثله بلا ما تعطيهم لي، نعرفهم واحد مثلا واحد. بشرى اهريش قالت لك انت ما فنانه ما والو، تلاحيتي على الدومين ما عندك حتى شي علاقه وخرجتي على الفن. علاش خدمت معايا بزاف الاعمال؟ خدمنا اعمال مشتركه مع عبد الله فركوس. علاش خدمت؟ بيان سور كاينين اعمال عندي، ما خدمنا في الفروج، خدمنا في زمان الكنزه، بيان سور خدمت معايا. ولكن الراي ديالها كان قاصح شويه. ما حمشي كان راي، هذاك كان هجوم، هذاك كان حسد. بوتيت حنت انا زوينه عليها، بوتيت حنت انا ممثله عليها، حنت انا خليت بصمه كبيره في السينما. شكون هي بشرى اهريش في السينما؟ شحال من جائزه عالميه عند بشرى اهريش، شحال من مهرجان بشرى اهريش كتبريزونتي المغرب اوتون كي مونبر ديال لي جوري. عطيني الله يخليك. كتبغي تهاجم شي واحد يا اما كتكون احسن منه، ما كيحملش كلمه الهجوم، ما احسن منه ونصحو. كي كدير معايا مثلا لطيفه احرار، لطيفه احرار كتعيط لي، كتنصحني، كتصيفط لي كتب، كتصيفط لي روايات، كنكون عندي شي حاجه مازمه عليا نفسيا كنهضر معاها واتساب، ما كتخلينيش كتهضر معايا. علاش لطيفه احرار ما هاجمتنيش مثلا؟ فهمت يعني كاين فرق ما بين الهجوم، كاين الفرق قلة التربيه وقلة الترابي، كاين فرق ما بين الحسد. يعني عادي حوايج باينين، كل حاجه عندها المسمى ديالها. شنو دار لك في الممثل سعيد باي؟ ما سعيد باي عزيز عليا عاجل، ولكن حنا عندنا مشكله الرجال في الدومين ديالنا، حلال عليهم وحرام علينا بلغه الصلاعيمه. يعني انا بالنسبه لي باش يهجم عليا ما عجبوش الفيلم ولا هذا ما عنديش مشكل، انما انا ما قريتش وما سمعتش، غير قالوا لي راه هو يتعرى سي نورمال وانا ما نتعراش. لا تعراو؟ انا من ما نتعراوش. اشنو من ادوات الممثل؟ شنو ادوات الممثل؟ راه من ادوات الممثل هو الجسد ديالو. علاش كنقول كلمه العرا؟ واش انت ما كتمشيش للبحر؟ دابا انا الا لبست مايو دبان طالعه من البحر وصورت هذه في السينما، لا اسمح لي الله يخليك، هذا عرا؟ لا ماشي عرا. ما يلاه فين عندكم مشكل؟ شنو ظهر لك في اداء تشخيصي ديال عبد الله ديدان؟ رائع. رائع عبد الله ديدان. فاش؟ ممثل رائع جدا، ممثل رائع جدا، واي واحد خدم من الممثلين الشباب مع بحال حالتي انا كي كنت في الاول خدم مع عبد الله ديدان او بعض الفنانه بحال عبد الله ديدان، كون اكيد كل نهار كيدوز عليك في البلاطو كتعلم فيه بزاف. ما يقدرش يكون عبد الله ديدان ندم انه شارك في ذاك الفيلم؟ عبد الله ماشي لو جونغ، هو عبد الله كون غيندم يديرهاش من الاول، انا كنعرفو مزيان ما يديروش من الاول. حيت من ذاك الفيلم ما بقيناش شنو؟ شي خدم شي حاجه مع نبيل من موراها. نعم. شنو النزاع اللي كان بينك وبين امين ناجي؟ ماشي نزاع، غير هو في ذاك الاول كان تخربيطق ديال الهضره ايتو، وكان على المشهد اللي كان بيني وبينه. انا جيت في هذا المشهد وهضرت سبونتاني. ما سوقكش انت؟ عند حقيقه، شوف ما عرفتش كيفاش نزوق الحقيقه، وهو ما كانش بغاني نهضر بديك الطريقه قبل ما يخرج الفيلم، وسيبو تصالحنا من بعد عادي. فاش ناضت روينه اتصل بك ديدان ولا امين ناجي ولا شي ممثل اخر؟ عبد الله ديدان، مشيت انا وياه لكان ورجعت انا وياه في نفس الطياره، كان جالس حدايا وعطاني بزاف ديال لي كونساي اللي انا للاسف ما درتش بهم، كنت بعتو كان احسن. مثلا
قال لي التزمي الصمت وما تجاوبيش حتى شي حد وخلي راسك صغير وما تجاحديش مع حتى شي حد وهذا حاولوا واسكت ما بقاش بغى يدوي حنت انسان ذكي حنت فنان حقيقي شنو هي الرساله اللي توجهها هذا المنبر نبيل عيوش خرج عليا كنت غنموت جوج محاولات انتحار بزاف ديال الحوايج وما كانش على هوتور ما كانش شي واحد اللي وقف في جنبي ولا اللي عاونني ولا اللي دافع عليا ولا فاش مشيت للغربه كان راجل ونص يعني لقيت صحابو لقيت ناس عندهم علاقه بالدومين في فرنسا كانوا موجودين فوالا هادشي اللي كان عندي مشكل مع نبيل باش وقع المشكل مع عمرو اتصل بك شي اتصل شوفنا في فرنسا ايتو ولكن الهضره حاجه بنادم يوقف معاك بالفعل حاجه اخرى شكون اللي ساعدك بزاف فاش مشيتي لفرنسا ساعدتني وزيرة الثقافة الأولى فلور بيلغام وراها وزيرة الثقافة جديدة بنت أندري وزولاي الممثلات الفرنسية بصفة عامة كتبوا واحد الدائرة وسناوها وبزاف ديال لي كادو بزاف ديال لي زانفيتاسيون كانوا فعلا الناس اللي عمرها درب شاركتي قبل ما تمشي في فيلم ديال الخطاف بوطولة خطافة وي 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 مع سعيد الناصري وي من بعد مني وقع المشكل اللي كنتي مع نبيل عيوش بزاف الناس قالوا سعيد الناصري مطلوب مسيكين مسيكين مش غنقول لك من غير مسيكين سيماهم على وجوههم يا خويا تقدري تعتذري له في هذا المنبر نعم اشنيا تعتذري له تراكم على الارض وصفت لي على كوبيز الماء الله يعطيك الستر عطشتي عطشت سهل شويه ومع لا لوميير وشي اش ظهر لك في هذا الشيء اللي قلت لك وسير قول شي حاجه عيد لباقله الله يرضى هذا الاسم اللي خرجت على فمك ما نعاودش نقدر نخرجه انا على فمي اذن ما تضيعش ليا واحد الوقت من الحلقه ديالي انا نتكرفس على دوار في هذه الحاله دروك كنت هذيك الصغيره كنت هذيك اللي تكرفسوا عليها كنت هذيك اللي ظلموا كنت هذيك اللي حقروا دابا نشوفوا اراء الشارع المغربي في الفنانه المثيره للجدل لبنى ابيدار لبنى ابيدار سوشي لبنى ابيدار نقول لك قاعدك خلاص قاعدك البنات اللي خايبين في مراكش خلاص خرجت بنت وحده هي هذيك هي تبعات فلوس صراحه واخا كاع بنات مراكش اغلبيه ما احترامش شي وحدين تبعوا الفلوس واخا تا نبيل عيوش ضحك عليها كما قال شي والله اعلم كذاك ضحك عليها واش عشاب راه هي دارت خطا كبير يمكن ليها تشوف على الله الله اعلم قال لك مرضات بشي سرطان ما عرفش وبغات تشوف اللي تشابش حنا راه تبعك نتقبلوها في المجتمع تاعو كي بقاش بحال هكا الله يهديها وصافي هذا الشيء لبنى ابيدار راه مع التمثيل راه والو اصلا يزاد لي هذاك الشيء يعني صافي هادشي راه تكرفست على التلفازه المغربيه وسخات وردت ديك التمثيل المغربي اسفل السافلين لبنى ابيدار لبنى ابيدار كتجيني لا علاقه لها بالتمثيل غير تعدات على التمثيل المغربي و نزلات لواحد المستوى اللي ما كيستاهلش غير الفيلم بنات من ايوا صافي خسرت الصوره ديال المغاربه والمغربيات بيرسونيلمون زعما نهضروا على البنات لبنى ابيدار وبالنسبه لنا حنا مغاربه عرفنا عليها السمعه سيئه يعني تبعت الماده ولكن وسخات الصوره ديال المغرب انا تصدمت في البنات باقي في الدراري ما عنديش مشكل ولكن باش البنات جي فريمون واحد الناس اللي انت كتدب على قبلهم وانت كتحسبي راسك فيمينيست وكتدافعي لهم على قوانينهم وكتقاتلي على قبلهم جو كومبرون انا مصدومه والله ما تيقت بصح فعلا تصدمت جو كومبرون با ملي يكون الدراري كنفهم ولكن باش بنات صافي مالو كور شي شويه ملي كيجي شي واحد كيتهجم عليك هو ما عنديش مشكل ولكن سانسيرمون البنات سا مشوك اصاحبي واحد شويه وصافي ولكن علاش كيف الميكرو تروتوار كيقولوا هكا ملي كنتلاقى معاهم في الزنقه ما كيقولوش هكا شي غير يحمقني في دماغي كنتي مستشاره فنيه ديال زين اللي فيه وي بمعنى فاش بمعنى يعني كنت كنعاود السيناريو مورا نبيل نبيل ما كيهضرش مزيان هذاك الكلام اللي قلتي في كله ديالك اللي قلت في زين اللي فيك كله ديالك كان دابا انا لو رول اللي كنلعب ديال نوها لانه بتعرف كيفاش كتخدم انت راك ممثل وعرفتي كيفاش كنجيبوا اللعيبات بحال هكا ان انا لو رول ديال البنت اللي كنت لعبها هو بيرسوناج حقيقي وهذيك البنت كانت جالسه معنا مده ديال 4 موان في واحد الدار وهي اللي كانت كتعطينا كيفاش نهضر كيفاش الناس انا دابا انت في الاعداد ديالك ديال الدور ديالك سكنتي مع خدا لينا ماشي دار دعاره نو خدا لينا نبيل ابارتومون هنا في كازا فيها الممثلات بثلاثه
وفيها الكوتش، وكانت تجي عندنا هاد البنت اللي انا لعبت لو رول ديالها، وكنشوفوا بنات اخرين اللي كيجيو حقيقيه بيان سور، وبنات اخرين كيجيو الكاستينغ مع كاع البنات ديال الليل تقريبا ديال كازا مراكش طنجة كلهم شفناهم. ملي كنشوفوا شي وحده قادره تعطي ولا بغات تعطي ولا حابه الفيلم تعطيك قيمه مضافه للفيلم في الحوار في هذا، كنا كيجلسوا كيجيو يجلسوا معنا في ديك الدار وكيعطيونا كيعطيونا دي تويو باش نخدموا. يعني عاونتي نبيل حتى في السيناريو؟ ماشي غير انا، كلشي صفا موسيتي عاونات البنات اللي كانوا كيجيو من اكادير من مراكش من طنجه شبهيه، ومي كيجيو كيراند البنات ردك لغنا والو لا علاقه، انا ماشي مغنيه ولكن تكسلتي ما لقيتي ما يدها مشيتي درتي كليب. ماشي درت كليب جون كليب، هذاك كادو لمونكس. هذاك كادو لمونكس المرحوم لا عندك، راه قلتي شي سبعه دابا. كنقول اكس اكس، راه اكس واحد ما قاريش. قلتي شي ثلاثه ولا اربعه؟ لا غا هو خويا عندي اكس واحد. انت لبنى ابي دار ترجلي ودير وليدات عندي ودخلي سوق راسك وتعتزلي الفن وديري دارك وتهزي وليداتك تردعيهم وتمشي تخرجي الفاكونس وتهني من داكشي. في واحد الدار عندي ثلاثه الولاد، عندي بنيته جواج وطلقت جوجت وطلقت، غير هو انا كنشوف عندي واحد لا كارير طويله بزاف ما نقدرش نتزوج، انا ما نقدرش نكون مع راجل غير راجل مغربي، ولكن باش نتزوج بمعنى الزواج انا ماشي حمقه حنت راجل مغربي خصني نتزوج دارهم ونتزوج المجتمع ونتزوج الجيران ونتزوج العائله، هذاك الشيء انا ما عنديش ليه الوقت، انا ماشي فاتي فلوغا. شكون هي فاتي؟ فاتي فلور في الهضره ديال الفيسبوك هي ديك البنت اللي ما بغاتش تقرا ما بغات تخدم ما بغات دير والو، كتسنى غير داك الراجل اللي عنده كلشي باش يعطيها كلشي. انا ما نقدرش نكون هكاك، يعني انا ما نقدرش نفيق ندير فطور غدا عشاء وندي الاولاد المدرسه وندير، لا انا باقا بغيت نقرا باقا بغيت نتعلم باقا كنحلم باوسكار كمخرجه. لا هادشي ديري، ولكن هنينا من هادشي ديال المشاهد الجنسيه والافلام اللي بغات تخرج. لا والو، شوف نقول لك انا حلق في عنقكم. ما كتفكريش تعتزلي؟ علاش؟ انا اللي قلت بسم الله ونعتزل، لا ما غنعتزلش حتى نموت. ويلي بالنية. بالنية ابدا. لا ما نعتزلش، نقدر نعتزل كممثله واحد الوقت اللي حسيت براسي ما بقاش عندي ما نعطي، ولكن كمخرجه ما كنضلش نعتزل. علاش نعتزل واخا ما قلتش بسم الله؟ لبنى ابي دار التمثيل الاخراج الغناء شدي شي بلاصه واحده الله يرحم باك، راه عنكشفينا. نشوفوا الكليب اللي اقترفت لبنى ابي دار. اقترفت ظهرك في الفنان بولماني اللي قال لك انا عريت على الموهبه ديالي والغنى ديالي وانت تعريتي باش تشهري. عافاك اللي خليك ما نجاوبش. عافاك 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 حنت راه الجواب كاين في الهضره اللي خليك سؤالك فيه الجواب. بغيتي تجاوبي؟ واش نجاوبش لبنى ابي دار شخصيا نجاوب على البولماني؟ جاوبته في واحد المنبر اخر بركة عليه، عطيته بزاف ديال الوقت وبزاف ديال هذا سي بون. ندوزو لفقرة البوم. انا صغيورة هنا هنا في درجة ستي مون انيفيرسير انا. ما عقلتش بالضبط وقتاش التصويرة مي ستي موان كنت صغيورة. شكون هي هذيك اللي معاك دايرة نضاضة؟ هي هذيك معيزة هزة معيزة خويا دارنا عند الوالدة. ندوزو فقرة عندي ما يفيد. بصراحة وانتي طفلة دوزتي المعاناة، والمعاناة كنشوفها في وجهك دابا، الضربة اللي في جبهتك، الآثار ديال الضرب اللي في الجسد ديالك، بزاف الحوايج اللي عانيتي منهم من أب قلتي أنه سكير، أنه ما احترمش ربما المعاناة ديال الأم اللي كانت كتكافح باش تعيشكم أنت والأخ ديالك حمزة وأختي مروة. وأختك مروة وأنت طفلة دوزتي المعاناة، والمعاناة كنشوفها في وجهك دابا، الضربة اللي في جبهتك، الآثار ديال الضرب اللي في الجسد ديالك، بزاف الحوايج اللي عانيتي منهم من أب قلتي أنه سكير، أنه ما احترمش ربما المعاناة ديال الأم اللي كانت كتكافح باش تعيشكم
انت والاخ ديالك حمزه واختي مروة. اختك مروة. هاد المعاناة اللي عانيتي واش تستحق لبنى ابي دار او لا تستحق اب؟ كنقول سعداتي دوزت ديك المعاناة، حنا ديك المعاناة هي اللي صنعت لبنى ابي دار. كنظن كون ما كنتش دوزت بزاف ديال المعاناة وبزاف ديال المشاكل ومحال ما كنتش في هاد القوة اللي فيها انا ونقدر نكون قادرة نصبر ونكمل. يعني ما انا ما عنديش مشكل، والاب ديالي انا مسامحاه من قلبي، هو انا ما بغيتش نشوفه، ما بغيتش نتلاقى معاه، واخا كنعرف فين كاين، مي الله يسمح عليه من قلبي الخالص، يعني ما عنديش مشكل. كيفاش تحملتي كطفله وكشابه اغتصاب اب الابنه ديالو؟ هاد الهضره انت منين جبتيها؟ الكتاب ديالك. لا كتابي ما فيهش هاد الهضره. شنو وقع بالضبط؟ هو شرحت في الكتاب ديالي، كنت كنهضر على المعاناه ديالي مع الاب ديالي، اللي انا ماشي بوحدي، حنا الاف شابات المغربيات. وباقي هاد الدقيقه كنهضر معاك انا، شحال من اب ما عندوش فلوس جوان ولا ما عندوش فلوس كارو نازل كيسلخ في مرتو في ولادو. انا الاب ديالي ما قلتش هذيك الهضره كامله، مي باغ كونتر كنت كنهضر على هاد المعاناه. من هاد المعاناه قلت بالحرف الواحد في الكتاب، العذريه اللي دايره مشكل لجل المسلمين والمغاربه، هذيك العذريه حنا البنات اغلبيتنا كتمشي لينا في ديورنا، سواء مع الاب سواء مع الخال سواء بعد الخطرات مع الجد مع الاخ مع معنا. ومن هنايا دخلت كنهضر على النفاق. كان كيصلخك باباك بزاف؟ كناكل بزاف في العشاء، ودرت درت الفلوس، ما درتش التجميل، ما حيدتش ضربتي هنا، ما حيدتش هاد الضربه هادي، ما حيدتش حوايج اخرين. كنشوف ميسيكاتريس وكنتفكر منين جيت، كيبقاو رجلي في الارض. هذا هو السبب الوحيد اللي ما خبيتهمش بالتجميل. لبنى ابي دار، واش بصح خوك حمزه مني خرج الفيلم رفض يشوفك وهدك بالقتل؟ صحيح. علاش؟ ما عجبوش الفيلم. احكي لينا بالضبط. ما كاين ما يضحك هادشي اللي قلتي، ولكن بحالو بحال بزاف ديال الشاب المغربي كيشوف يا اختو كتهضر مع شي واحد في الزنقه وكيتعصب، حاجه حيح غوات ويتو، دازت المده ومتصالحنا. الوالده ديالك كانت كتسنى لبنتها تخرج في واحد الفيلم في السينما حتى لقات شكل اخر لا علاقه له بالسينما. ماما حنينه، ثلاثة الجرام سكر. بسببك؟ بسبب الفيلم، بسبب نبيل عيوش. انت خديتي الدق وتحملتي الفيلم بوحدك كانك مخرجه وممثله بطبيعه الحال. بالنسبه للبنى ابي دار كشخص ما حشمتيش؟ وانت كتحشمني كتسول هاد الاسئله بحال هكا، تقول نحشم بينا الحشم على وجه الطراحني بحالك انت اللي كيهضر معايا بهذا الاسلوب. نشوفوا شي لقطات من لي غوش اللي خرجوا في الانترنت ورجعوا لك. تي مالاد وكوا، ما عندكش الحق. علاش ما عنديش؟ ما عندكش الحق تدوز حاجه ما عندهاش علاقه. غدوز شي حاجه من الفيلم مرحبا، غدوز شي حاجه من لي غوش ومتخال، بقى جو سي با داكور. ماني محشمك، علاش دايره؟ ماشي محشماني، حاجه ما كتعنينيش. تفتخري. انا كنفتخر بالفيلم، انا جيب لي الفيلم واحد من الاعمال اللي خدمته، انا كنفتخر باعمالي كاملين، لا اللي مشاو اللي جايين. ولكن تنوض تجيب دي غوش وتدوز دي غوش، انت باطل، انت صباح صباح مديكلاريا بك كتشوه لي صورتي. وانت اللي شوهتي صورتك؟ ما شوهها نبيل عيوش، ولكن نجي قدامك انت وتجبد لي دي غوش قدام وتدوزهم. علاش واش رافضه يدوزهم؟ وي بيان سور، دوزني عريانه سافا. وانت علاش تعريتي؟ ما تحرج في السينما وتحمقني. كيفاش في السينما؟ على 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 لا اله الا الله، نتسلعم مع اخونا. اش بغيتي دابا؟ دابا حضر معايا شاهد العقل وقول لي اش بغيتي. نعم لا، انت اسكت. يا قلتي قبيله لا اسكت، قبيله قلتي اسكت كنهضر. دابا انت عندك فيلم في ساعتين ياك، ما بالك في هذاك الفيلم في ساعتين حتى شي حاجه، غتمشي تقرب على لي غوش مشفورين باش تدوز لقطه من لي غوش مشفورين. واش انت صافا ولا صافا با؟ كاينه شي حاجه بعقلها غادي تحترمني دوزها، كاين تخربيق غنخربق. انتي على السبب غتعراي؟ وانا نتعرى عليك ونعريك ونعري العالم الا ما احترمتينيش؟ راني قصباويه ولا كندافع على راسي كانني مراه ونص؟ نحقر عليك ونحقر على 40 مليون نسمه، والعرا راه ماشي بسليت الحوايج. شحال كاسين في الحمام؟ كاسين فوق من الحمام الا ما احترمتينيش. وانتوما مني تشوفوا بنادم طايح زيدوا كملوا عليه، زعما يا ربي يا مولاي دايرين شي انزاج في حياتكم. انا غير بغيت نعرف واش هذوك لي غوش محشمينك؟ اذا فعلا محشمينك وندمتي تدرتي؟ راه ما سميتيش محشمينك، غادي تعصبني صدق. انا سلت عليك حوايجي دابا ونتعرى عليك. كانت معكم لبنى ابي دار الخطر، السلام عليكم.